ننتقل لفقرتنا الطبية الأولى. فكثير من الاختلاطات يمكن بسبب الطفح الجلدي وبيتعرض لها الأطفال وخاصة الرضع إذا بدنا نقول، بيصعب أوقات تشخيص هذا المرض. أما الوردية إذا بدنا نحكي عنها يلي بتصيب الرضع وحديثي الولادة، فرح نحكي عنها بالتفصيل شو هي أعراضها وطريقة علاجها مع الدكتورة رؤى سليمان واختصاصية أطفال وحديثي الولادة. صباح الخير دكتورة. صباح النور. يسعد صباحك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي عن الورديه، بدايه خلينا نعرف الورديه هل هي فيروس او شيء جرثومي؟ هلا ورديه الرضيع هي اصابه فيروسيه، والفيروس اللي بيسببها هو فيروس الحلق البشري الهيربس رقم 6 و7، هن نوعين من هدول الفيروسات بيسببوا هي الاصابه. خلينا نعرف اكثر شو هي الورديه، شو هي اعراضها، كيف الام ممكن تعرف انه هي في انذار لطفح جلدي يسمى بالورديه؟ هلا وردية الرضيع هي مرض فيروسي مثل ما حكينا، غالبية الأمراض الفيروسية بتبلش بترفع حروري. وردية الرضيع المميز فيها إنه هي نحن بتبلش عنا الحرارة 3 لـ4 أيام من دون أي أعراض سابقة، مثل أي أعراض بادرية سابقة عند الطفل، فقط ترفع حروري بيستمر 3 لـ4 أيام. الطبيب بالفحص السريري ما بيلاقي أي مرافقات تانية مع الترفع الحروري، بمجرد وبيتميز الترفع الحروري اللي بيصيب الورد اللي بيكون مع الوردية إنه ترفع حروري عالي، يعني درجة الحرارة بتكون 39 فما فوق. بمجرد ما تبلش تخف الحرارة بيظهر بعدين الطفح، هو عبارة عن طفح بيظهر على الجزع، على العنق، على الوجه. هذا الشيء المميز له وجود الترفع الحروري، بمجرد ما يخف الترفع الحروري بيظهر الطفح عند الطفل. تمام، عند الطفل. طيب الفئة العمرية، لأن احنا قلتي حديثي الولادة، لكن هل ممكن مثلا يكون عمره 2 لـ6 سنة ممكن؟ لا. هلا الوردية الرضيع الفئة العمرية اللي بتصيبها أكثر هن الأطفال ما بين عمر 6 شهور لحتى السنتين. يعني غالبا ما بيوصل الطفل لفترة الحضانة بالمدرسة غير ما يكون مصاب بهي الوردية الرضيع. تمام. طيب دكتورة، اليوم كثير من الأمراض يلي بيسببها أو من أعراضها الطفح الجلدي والحرارة، إذا بدنا نقول ممكن أوقات جدرة المي، أوقات متلازمة اليد والفم والقدم يلي كثير من الأمهات كمان احتاروا إنه هي شو بالفترة الأخيرة. خلينا نعرف كيف بنميز الوردية مشان ما يصير هي الاختلاطات وبالتالي بتأدي لاختلاطات دوائية كمان. تمام. هلا نحن الطفح الجلدي هو عرض كثير شائع بفترة الطفولة الباكرة. هلا غالبية أسبابه هي الفيروسات، يعني مثل ما تفضلتي حكيتي عن جدري المي، حكيتي عن متلازمة الفم واليد والقدم اللي بتسببها فيروسات كوكساكي. هلا جينا هون لوردية الرضيع، هي فيروسات الحلق. هلا المميز بهديك الأمراض الطفحية إنه بيكون في أعراض بادرية، يعني شوية سيلان بالأنف، أعراض ثانية مرافقة، وبيترافق الطفح مع الحرارة. أما بوردية الرضيع بمجرد ما تروح الحرارة ببلش يظهر عنا الطفح. ميزة طفح الوردية انه طفح حصبوي الشكل، يعني نقطي احمر، بيتميز بتوضعه على مناطق الجزع، على الرقبة، على الوجه، هي اكثر الاندفاعات لها. هلا نحن بنوصي الامهات بمجرد الطفل ما يعاني من اي عرض من هي الاعراض يراجع الطبيب لحتى يعطيه التشخيص الصحيح. هلا هي الشغلة كثير مهمة مشان نحن نتجنب العدوى، لانه هو مرض معدي. هذا مرض معدي. وردية الرضيع بيعدي حتى قبل ما يظهر الطفح، يعني لمجرد وجود الحرارة قبل الطفح بيكون معدي. فنحن هيك بنجنب اختلاط الأطفال، مثلا لا تبعته على الروضة للطفل، لا يختلط مع الأقارب للزيارات، لحتى أنه نحمي من العدوى. طيب خلينا نحكي شوية على المراحل اللي بمر فيها أو المدة حتى يشفى الطفل من الوردية. تمام. هلا بس خلينا نحن نقول أول شيء إنه الطفل يعني متى ما تلقى العدوى الأعراض بدها تقريبا 7 لـ10 أيام لحتى تبلش تظهر عليه، يعني هي فترة الحضانة. يعني لهيك بنسأل الأم إنه مختلط بطفل كان معه طفح من شيء 7، من شيء 10 أيام، هي فترة الحضانة. هلا نحن حكينا إنه فترة الترفع الحروري هي 3 لـ4 أيام، بعدين الطفح من 3 لـ4 أيام، يعني نحن عندنا فترة الشفاء بين 5 لـ7 أيام بيتحسن الطفل. صراحة العلاج علاج عرضي للحرارة، بنعطي خافضات حرارة. هذا الطفح بيتميز انه يعني ما بيحك، ما له مزعج للطفل تماما، فما بده اي معالجات ثانية، بس بكفي فقط هي المسكنات. الأأمن مسكن انه ممكن تستخدمه الطفل هو الأسيتامينوفين، هذا الاسم العلمي التجاري، السيتامول ومشابهاته، هذا أأمن خافض حرارة ومسكن ألم يعطى للطفل
الطفل في حالة الإصابات الفيروسية. تمام دكتورة، إذا بدنا نحكي عن عوامل الخطورة، هل هناك عوامل خطورة بالوردية سواء من ارتفاع درجة الحرارة؟ لأن دائما الأمهات مجرد ارتفاع درجة الحرارة فبسبب لهم يمكن حالة هلع وخوف كثير كبيرة. تمام، هلا نحن حكينا هلا قبل شوي إنه المميز بوردية الرضيع إنه درجة الحرارة بترتفع بشيء يعني عالي، ما أنا متوسطة أو خفيفة، فوق 39. وبهي الفترة العمرية أكثر شيء الأطفال معرضين للاختلاج الحروري، فهالدرجة العالية من الحرارة ممكن عند بعض الأطفال يجي باختلاج حروري. هلا نحن أهم توصية للأم إنه نحن نحافظ مراقبة الحرارة، يعني تقريبا 3-4 مرات باليوم ناخذ الحرارة للطفل ونواظب على إعطاء خافضات الحرارة بشكل منتظم، مو بس ترتفع الحرارة، لا كل 6 ساعات بننتظم على خافض الحرارة مع كمادات المي الدافية. هذا الشيء يعني بكفي انه نحمي الطفل من الاختلاطات. هلا في نقطة ثانية انه هذا المرض ما هو خطير وبيشفى بشكل يعني بياخذ وقته وبيشفى، بس عوامل الخطورة اكثر بتكون عند الاطفال المضعفين مناعيا، مثل الاطفال السرطان اللي عم ياخذوا جرعات، الاطفال اللي عندهم عوز مناعي، هي القصص هي نحن نتجنب انه اذا في طفل مصاب يختلط فيهم، لانه الإصابة عندهم ما بتكون بسيطة، بتؤدي لهم لاختلاطات ممكن تكون خطيرة عليهم. نعم، طب خلينا نحكي هلا يمكن مثل ما قالت فرح انه عوامل الخطورة، الام بس يسخن ابنها بتخاف، ممكن يأثر على السمع، بتخاف يعني بتجيها هواجس انه مثلا ممكن يكون كورونا، ممكن يكون شيء عوارض. بتعرفي نحن هلا بظرف خاص واستثنائي، كيف فيها الام تفرق؟ لازم فورا تحكي مع الطبيب او كيف ممكن نفرق الورديه عن غيرها من الامراض؟ هلا الورديه مثل ما حكينا انه هي بس ما بيظهر دغري الطفح. تماما، هلا الفكره انه نحن غالبيه اطفال امراض الاطفال هي امراض فيروسيه، فدائما الاعراض متشابهه. نحن مثل ما وصينا انه مراقبه الطفل بشكل لصيق، مراقبه الحراره، اعطاء خافضات الحراره. هلا دائما نحن في عنا علامات خطوره تستدعي انه فورا الذهاب للطبيب او الاسعاف، مثل الاختلاج الحروري، اقياءات ما عم توقف عند الولاد. اذا نحن هلا مثل ما قلتي بفتره الكورونا ترافقه مع سعال، مع ضيق تنفس، الحاله العامه ما انا منيحه، طفل بطل ياكل، هي تستدعي فورا زياره الطبيب، واذا اقرب مشفى بيكون افضل لوحده الاسعاف. بس ورديه الرضيع بتكون الطفل انه حالته العامه جيده، يعني نشاطه جيد، حتى الطبيب بالفحص تماما، حتى الطبيب بالفحص السريري ما بيلاقي اي سبب للحراره، بيكون فحص البلعوم طبيعي، فحص الاذن طبيعي، ما بتاثر على السمع او على أبداً ايش أبداً لا. ممكن يلاقي شويه وزمه خفيفه بالاشفان، شويه عقد بالرقبه، بس الحالة العامة للطفل هي حالة عامة جيدة مقبولة، يعني لا تستدعي القلق. أما الأمراض الأخطر من هيك بيكون في أعراض صارخة وواضحة. كمان اليوم يمكن مجرد ما نسمع انه في طفح جلدي كثير من الامهات خاصه بجدري زينب بيخافوا يمكن انه تترك اثار بعدين بعد الشفاء، قد ايه ممكن هذا الشيء يصير بالورديه؟ وممكن الام يمكن تحط بطريقه العلاج يكون في مراهم معينه لازاله هذا الطفح، او كيف التعامل معه؟ تمام، هلا هذا سؤال كثير مهم. هلا ورديه الرضيع قلنا نحن انه الطفح معه غير مزعج للطفل، غير حاكي، عباره عن نقط حمراء، ما بتترك اي اثار، يعني ما بتترك ندبات ولا حتى تصبغات، بتشفى بشكل عفوي. حتى جدري المي ما بيترك آثار إلا إذا اختلطت، يعني الحويص الجدري الماء إذا التهب وصابه التهاب هذا ممكن يترك ندبة لبعدين، يعني حتى جدري المي بحد ذاته إذا ما اختلط الحويص على الجلد ما بيترك عنا أي آثار. نعم، يعني كثير من الأمهات بس يشوفوا أولادهم سخنانين دغري بيعطون من عندهم أدوية التهاب، إنه يعني شطارة أو يمكن بيسمعوا إنه الالتهاب مثلا الحرارة هي مؤشر لالتهاب بالجسم، بيفكروا دواء الالتهاب هو اللي بده يروح الحرارة، مع إنه الالتهاب بضاعف المناعة حاليا، كثير عم تحذروا منه. قد إيه خطر هذا الشيء؟ تمام، هلا هذا نحن فينا نعطيه اسم إنه الاستخدام العشوائي للصادات. هذا الاستخدام هلا قلنا حكينا أغلب الإصابات فيروسية، والفيروس ما بده دواء التهاب، الشفاء عفوي بيكون بس بده شوية وقت. فنحن دائما بنوجه رسالة للأمهات إنه ما تقلقي، الطفل حرارة أول يوم ثاني يوم مع حالة عامة مقبولة مع فحص سريري عند الطبيب يطمنك، لا تجتهدي من عندك وتاخدي دواء التهاب.
الالتهاب، مو بس هيك حتى زملائنا الصيادله انه ما دغري انه هي دواء الالتهاب، يعني دائما اكدوا انه يكون في وصفه طبيه مصروف فيها الانتيبيوتيك، لانه هذا الشيء رح يخلي جراثيم اللي بجسم الطفل تصير مقاومه للصادات، لا سمح الله يصير معه انتان ثاني بعد فتره بدنا نصير نستخدم يعني زمر دوائيه اقوى، فهذا الشيء منه كويس، يعني بدنا تعاون بين الطبيب وبين الام وبين الصيدلاني اكيد والمجتمع والجيران اكيد. كمان دكتوره عم نحكي نحن عن استخدام ادويه الالتهابات بدون نحن ما يكون عندنا درايه كامله بوضع الطفل، من ابرز الاخطاء الشائعه اللي راجعوكي دكتوره خاصه بما يخص الورديه كيف كانت وشو تم التعامل معها؟ هلا هون نحن اكثر شيء مثل ما حكينا انه نحن عندنا على الحراره العاليه الام بيصيبها ذعر بتخاف درجه الحراره بتكون عاليه بتتوجه فورا للصيدلاني بنبلش مو يا ريت شراب التهاب عم يبلشوا بابر الالتهاب يعني هي كمان شغله كثير يعني نحذر منها انه نحن يعني مو بس شراب فورا على ابر الالتهاب هذا الشيء بياثر على مناعه الطفل يعني حتى الطفل انه هيك نفسيا انه دغري على الابر هذا كثير بياثر عليه لبعدين نحاول نتجنب هذا الشيء. في نقطه كمان نحن انه بدنا نوجهها للاهل انه خافضات الحراره انه يبعدوا عن المركبات الثانيه يعني اهم شيء الاسبرين لانه هي بيكون احيانا في عندنا فيروسات مع خافضات الحراره ومشتقات الاسبرين هي بتسبب متلازمه اسمها متلازمه ري هي ممكن تودي بحياه الطفل فدائما احرصوا على خافضات الحراره الامن هي الاسيتامينوفين استيتامول ومشابهاته هي امن شيء للطفل. طب دكتوره الاخطاء الشائعه اللي انت عم تشوفيها من بعض الأهالي يمكن علاج أبنائهم وخاصة بعلاجهم بالأعشاب أو حتى وصفات هن بيسمعوا عنا أنه سعل يلا بنعطي دواء سعلي ما كتير بيراجعوا الطبيب إلا بالحالات الضرورة القصوى خلينا نحكي عن هي الأخطاء الشائعة. هلأ نحن هلأ بما أنه نحن بموسم الشتاء فأكثر شيء في عنا الإنتانات التنفسية العلوية نحب نوجه رسالة للأهل أنه أول شيء نحن عنا بالنسبة لمضادات الاحتقان الشرابات أنه هي يعني علميا لا تعطى إلا يعني بأعمار معينة يعني غالبا الولد يكون فوق 3 سنين لحتى تنعطى عم نلاقي رضع بأعمار صغيرة وحديثي الولادة بنشيلهم بنقوط المضادات الاحتقان حتى بشربات السعلة مثل ما تفضلتي نقوط يعني الطفل في له فيزيولوجيا معينة بجسمه طفل صغير ما بيعرف يتقشع بيعطوه حالات البلغم بيعملوا له إغراق قصبي بالقشع كثير من أدوية السعلة بأعمار معينة أو بخلطات معينة مع دواء ثاني بتعمل تثبيط تنفس نحن بحالة بقسم الاسعاف كثير اجانا اولاد تثبيط تنفس كامل نتيجه اعطاء مركبات مثبطات السعال يعني السعال علاجه بعلاج السبب وليس بادويه معينه طبعا. بس تع يشخص الطبيب شو سبب السعال يعالج السبب بيروح السعال فدائما الطفل له خصوصيه معينه الطفل هو امانه عند الاهل وعند المجتمع ما بيقدر يعبر ما بيقدر ياخذ قرار لا تاخذوا قرار عنه ممكن يضره لاحقا اكيد مثل ما قلتي دكتوره يمكن الشيء المخيف فعلا انه الطفل ما له قادر انه يمكن بعمر حديثي الولاده يقول عم بيجعني هون او عم عاني من هذا الشيء فهذا كثير مجرد انه نحس فيه هو مسؤوليه كثير كبيره تماماً. اما دكتوره كثير من الامهات اليوم بيحاولوا يحافظوا على صحه اطفالهم بطريقه وباهتمام كثير كبير، اذا بدنا ننصح الامهات لحتى يكون في وقايه من الورديه، في نصائح معينه او هو ممكن يتعرض لاي طفل مهما كانت درجه العنايه والاهتمام فيه؟ تمام، هلا نحن حكينا غالبيه الامراض فيروسيه والفيروسات شو ما عملنا الطفل بده يكتسبها فنحن لحتى يعني ما في طفل بيوصل لسن المدرسه غير ما بيكون غالبا اصيب بغالبيه الامراض الفيروسيه حتى في شغله بدي نوه الى ممكن الطفل ينصاب بالورديه من دون اعراض يعني يلقط الفيروس يتمنع وما تظهر عليه اعراض هي شغله كمان بتصير فنحن المرض بيعدي عن طريق المفرزات عن طريق التماس المباشر يعني نحن الوقاية انه نحاول دائما نربي اطفالنا على ثقافة النظافة الذاتية يعني دائما العطاس بمحرمة ما يشرب من كاس ترفيقه ما ياكل من سندويش ترفيقه غسيل الايدين بشكل متكرر يعني هي اساليب النظافة العامة ممكن انه تحمي المجتمع كله بالاضافة للنظام الغذائي يعني الام وقت من اول ما ببلش الطفل انه نحن ندخل له الاغذية تحاول انه تبني له نظام غذائي متكامل منذ البدايه، تعوده ياكل كل شيء، الاكل المفيد، تركز على العصائر، على الطبيعيه، على الفواكه، على الخضار، النباتات الورقيه، كميات من اللحوم
بشكل معتدل خلال الأسبوع، هي ممكن تبني له جهاز مناعي وتدعمه بشكل أكبر. بالإضافة نحاول دائما الطفل أنه نحطه نحن بأجواء صحية، بالمتنزهات، قريب من الأشجار، التعرض لأشعة الشمس، هذا كله بيدعم الجهاز المناعي بشكل كويس. نعم، يعني نصائح هي الأخيرة فعلا كثير مهمة، وخاصة لكل أم جديدة، خلينا نقول إن شاء الله يكونوا كل استفادوها منها. بدنا نتشكر وجودك معنا دكتورة، وإن شاء الله هيك بحلقات تانية بنحكي عن مواضيع أكثر. إن شاء الله، يسعد صباحكم.